5 دراكيين فرنسيين وصلوا إلى الأرجنتين للمشاركة في إجراء تحقيقات في الظروف التي أدت إلى تصادم طائرتي هليكوبتر الاثنين في إطار تصوير برنامج تلفزيوني فرنسي، وأدى الحادث إلى وفاة 8 فرنسيين وأرجنتينيين. إضافة إلى خبراء من الأرجنتين، التحق خبراء في الطيران من المركز الفرنسي للتحقيقات والتحليل BEA. من جهة أخرى، سيستمع القاضي الفيدرالي الأرجنتيني دانيال هيريرا إلى شهادات فريق الإنتاج. نضع وقتنا بين يدي العدالة ونأمل أن يحدث هذا في أقرب وقت، لأن عائلاتنا هم أيضا بحاجة إلى ضمنا إلى صدورهم ورؤيتنا. على كل حال، لن نكون أكثر ألما من عائلات الضحايا. لا يجب فقط التفكير في الأبطال الرياضيين الثلاثة الذين فارقونا، ولكن خاصة فريق الإنتاج الذي كان معنا وكذا الطيارين. وفي باريس أقيم حفل تأبيني الأربعاء، وقدمت التعازي لعائلات الضحايا من المئات من محبي الأبطال الرياضيين الثلاثة: البحارة فلورنس أرتو، والسباح الشاب كامي موفات، والملاكم أليكسيس فاستين، والذين كانوا ضمن ضحايا الحادث.